تاني هي تبعيت دق الهاتف نص الليل. كيفكن يا باشا؟ رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو حديثنا عن ترند التيك توك. مشاهير تيك توك طبعا معروفين، اللي هو نورمار باريس دادا. نورمار بيطلع بينتقد على هي دق اللي بنص الليل، يعني شفتوا ترند بايخ بس اخذ يعني شهرة كتير كبيرة واخذ لايكات ومشاهدات كتير كتير. طبعا شفني ما بحس اشهر هيك لحد اتمسخر، اليوم احترق اصابيعي. اصدقائي الفيديو اليوم مثل ما قلت لكم، نورمار بيطلع بينتقد الترند دق اللي بنص الليل وبيطلع يتمسخر على الاشخاص يلي عمال يساووه. بالصدفة بيكون باريس دادا عامل فيديو كمان هذا الترند ومؤدي الغنية ومتمسخر هو على الغنية ومؤدية دق اللي وعامل شعره وعلى اساسها طريقة اجنبية. وبيطلع نور مار بيقول ان الاشخاص اللي ما عندها محتوى صارت تعمل على الفيديوهات البايخه هيك، يعني بيقصف جبهه باريس دادا. باريس دادا بينتخب وبيشغل الكاميرا وبيطلع بيقول الاشخاص يلي ما عندها محتوى عم تتمسخر علينا، وبيقصف يعني جبهه نور مار بيطيب له الجبهه. طبعا ما في نعرضكم فيديو، الفيديو موجود عندي بس مثل ما قلت لكم انا حاليا في مشاكل عندي بالسترايك ما سترايك ومراجعه القناه. ان شاء الله راح بالايام القادمة رح تشوفوا مونتاج خرافي ورح اعرض لكم فيديوهات. هلا خايف اعرض فيديوهات عشان ما يصير مشاكل، ان شاء الله بعد 5 بالشهر بيتغير كل شيء. بس قلت نور مار وباريس دادا صارت وش لوت، والله يسترنا من يلي جاي. ونور مار عمال يختار زوجته المستقبلية عن طريق الناس اللي عملوا تقييم اليوتيوبرز، وحاليا اختار اوسو. ما اوسو بتعرفوا انتم الشباب، كان معكم عدنان شابي، انتظرونا فيديوهات جديدة و سلام للسلاحف الكرام. تشاو.